رقم واحد وأهم واحد وأعظم واحد في تاريخ اللعبة بالنسبة لنا صلاح هو صاحب الكرة. من 5 أو 6 سنين لو سألتك تحلم بإيه في جوائز الفيفا هتقول إن أشوف لاعب مصري بين أفضل 100 لاعب في العالم، والنهاردة بقينا زعلانين عشان صلاح تالت أفضل لاعب في العالم، بس بالنسبة لنا يفضل صلاح الفخر والبني آدم اللي نفسنا أولادنا يبقوا زيه، يرفعوا علم بلدهم ويشرفوها في كل مكان، أسطورة بكل المقاييس، كل يوم عنده تحدي، كل يوم يكسر أرقام وبطولات، كل يوم هو الملك المصري في كل أرض في الدنيا، فرحانين بصلاح وزعلانين على حقه، بس بكرة أكيد هيكون أفضل لاعب في العالم، مش بيزهق، مش بييأس، وإحنا كمان على طول في ظهره.